هي طيبه من استديوهات 218 نيوز في البلاد موضوعنا الليله باختصار وبشكل مباشر الجثث الجثث اللي كل يوم يطوحوا في بنغازي والقتل خارج القانون اللي قاعد يهدد في المنجز العسكري اللي قدر يدير الجيش الوطني في 2014 المجموعه الاجراميه اللي قاعده تقتل في بنغازي خارج القانون خارج القضاء خارج عمل المؤسسات الامنيه هذا موضوعنا الليله وخارج عمل مديرية الأمن يوم كثنيك مسكين واحد وقاتلينهم طوحين جثته في شوارع بنغازي ما نبوش نعرفوا الآن شنديرين دايرين اللي قتلينهم ولا يهمنا شنديرين دايرين أصلا المهم واللي يهمنا الآن أنه هو قتل خارج القانون في المدينة اللي احتضنت مشروع المؤسسة العسكرية والجيش والشرطة بعدين يا سيدي أنا شعرفني مذنبين أو غير مذنبين كيف نبي نعرفها بما أن ما فيش محاكم وما فيش قضاء والتساؤل هذا نفسه اخطر من الجريمه هذا تبرير للقتل بالوان ساطعه تبرير للقتل خارج القانون مذنب مش مذنب شيء يحدد القضاء الليبي في مدينه بنغازي القانون سياده القانون القتل خارج القانون عمل ارهابي اجرامي يهدد في كل ما تم العمل عليه في اربع سنوات في بنغازي وفي الشرق القتل اللي قاعدين يقتلوا في الناس الان يطوحوا في جثثهم اكبر تهديد للمنجز العسكري اللي دار الجيش الوطني في بنغازي أكبر تهديد وأكبر أعداء للجيش الوطني وقاعدين ينقصوا من رصيد مشروع الدولة وعودة المؤسسات الأمنية للعمل في بنغازي بكل وضوح الأمور يوم كثنيك تسمع على جثة مجهولة في بنغازي بها البساطة الحكاية أصبحت جثث في شوارع بنغازي أنا عندي اقتراح مقترح للمجموعة الإجرامية والإرهابية اللي قاعدة تقتل في بنغازي. إيش يا سيدي ما تلموا بعضكم الآن وتمشوا وتقاتلوا مع مجالس الشورى اللي قاتلوا ضد الجيش جنوب العاصمة طرابلس. هذه المجموعة هذه اللي قاعدة تقتل الآن وتطوح في الشوارع وفي البحر. خطر حقيقي وأعداء حقيقيين لبنغازي ولليبيا وللجيش وللشرطة وللمؤسسات الأمنية في بنغازي وفي كل ليبيا. تهديد حقيقي للمشروع. شن هي الرسالة اللي بيقولوها الآن؟ شن هي الرسالة اللي بيقولوها المجرمين المتخصصين في أعمال القتل خارج القانون داخل مدينة بنغازي؟ رسالة واضحة مباشرة رسالة ساطعة يبوا يقولوا مدينة بنغازي مدينة غير آمنة مدينة فوضى ونحن هم السلطة الحقيقية في وجود الشرطة والجيش هذه رسالتها رسالة مفروض ومن المفترض أن الأجهزة الأمنية الرسمية ترد عليها بوضوح بنفس القوة في مدينة بنغازي في شوارع بنغازي ولكن إلى الآن ما شفناش أي تعليق رسمي من مديرية أمن بنغازي أو وزارة الداخلية ما فيش أي تعليق رسمي بخصوص اللي قاعدين يقتلوا فيهم خارج القانون خارج إطار القانون وخارج القضاء وخارج عمل مديرية الأمن وخارج عمل وزارة الداخلية كنا الجميع قاعد يرجع له نرجو كنا في تعليق صارم وواضح ومحاسبة للمجرمين اللي يقتلوا في بنغازي وما زلنا نرجو هذوم القتلة في بنغازي راهو اخطر ما يهدد مشروع الجيش. مشروع الجيش اللي قاعد يقود في مشروع الاستقرار في جنوب العاصمة طرابلس في هذه اللحظات. الجيش قاعد يقاتل في جنوب العاصمة وعندك ناس قاعدين يخربوا في بنغازي. لا يقل خطرا عن مجالس الشورى او لواء الصمود بتاع صلاح بادي او المجموعات المسلحة اللي لها ثمان سنوات تسرق في البنك المركزي في العاصمة طرابلس. ليش نحن قاعدين ننتقده في الوضع الامني الان في بنغازي؟ لان النقد جزء من الدعم. الدعم فيما يشمله يشمل النقد. دعم قيام المؤسسات الامنيه بالشكل المطلوب. الدعم راهو ما يعنيش بس انك انت توقف مع الشرطه والجيش وبناء المؤسسات في وجه الارهابيين والجهاديين والمجموعات المتطرفه وجماعات الاسلام السياسي والاخوان المسلمين. لكن التقويم والنقد شرط اساسي من شروط نجاح الدعم. عشان تقوم فعلا مؤسسات الدوله. في ناس الان تنقتل في شوارع بنغازي. يطوحوا في جثثهم في الشوارع. ما يهمناش الأسباب من جديد جنائية أسباب سياسية سميها زي ما تسميها المهم أنه هو قتل خارج القانون تو طيب أنا عندي سؤال بنغازي مش فيها محاكم مش فيها شرطة مش فيها مؤسسة من هي العصابة اللي تقتل في بنغازي هذا سؤال تقتل في نشطاء داعمين للمؤسسة العسكرية من الناس كلها تسأل ونحن قاعدين نسأله عن الراهن الآن تو حينط لنا واحد من من الجماعه اياهم ويقول لك الجمله المشهوره اللي فتحت ابواب القتل والاغتيال لرجال الشرطه والجيش والقانونيين بعد 2011 اللي ما يدير شيء ما يجيه شيء الجمله الشهيره اللي ما لهاش اي معنى الا التحريض على القتل اللي ما يدير شيء ما يجيه شيء كانوا يقولوا فيها بعد موجه الاغتيالات في الشوارع في بنغازي وفي درنا بعد 2011 شنو كانت النتيجه؟ هذا راهو باب مرعب كارثي تفتحوا فيه على بنغازي الان مانيش عارف الان اذا الناس اذا الناس المسؤوله في بنغازي عندهم ادراك لحجم المصيبه هذه ولا لا والله مغير قاعدين يمشوا في الجو وخلاص ماشي الأمور عادي خارج القانون قتل انقتلوا خمسه انقتلوا سته انقتلوا سبعه انقتلوا ثمانيه اذا ما كانش في موقف امني ضد عصابات الجريمه والارهاب في بنغازي معناها يا سيدي سكروا مديرية الأمن وزارة الداخلية وخلنا عاد نتفرجوا بلاش الناس المسؤولين في بنغازي عن أمن المدينة ما سألوش أنفسهم من المستفيد من تحول شوارع بنغازي لشوارع للجريمة المنظمة أول سؤال يسأله المحققين بتاعنا الشرطة في العالم في كل مكان في العالم لما تجي لما تصير جريمة أول شيء يسألوه لما تصير أي جريمة من هو صاحب المصلحة في قتل فلان أو علان اللي نعرفه انا واللي نعرفه نحن الان ان ما فيش حد في بنغازي مستفيد من تحول شوارع بنغازي لشوارع للقتل خارج القانون واللي نعرفوه ايضا ان مشروع قيام الدوله والمؤسسات الامنيه اصبح مهدد الان بسبب مجموعه مجرمه ارهابيه تشتغل وتعبث في بنغازي وتخطف وتقتل زي ما تبي اكبر خطر قاعد يهدد في مشروع الجيش الوطني الان والمؤسسه العسكريه أكثر من خطر المجموعات المسلحة أكثر من خطر الإرهابيين أكثر خطر قاعد يمثل في تهديد للجيش الوطني والمؤسسة العسكرية اللي تشكلت نوتها في مغازي هذم اللي قاعدين يقتلوا خارج القانون هذم خطر على المشروع ليش التستر عليهم؟ ليش في حد بيبرر لهم؟ هذم أعداءك أعداء الجيش والقانون والشرطة أعداء المنجز العسكري اللي له أربع سنوات ببساطة لكن الآن الناس المسؤولين راهو هذا موضوع جدي جدا جدي للغاية مش قاعدين نلعبه ولا القتلة هذوم قاعدين يلعبوا لا عندهم مخطط لا يمكن يتريحوا حيستمروا في القتل الممنهج خارج القانون وخطف النواب المنتخبين لعند ما يخربوا كل ما مدار الجيش الوطني في أربع سنوات فاتت يخربوا في مشروع في درنة وفي فزان وفي العاصمة وفي طرابلس ناس تبي تخرب مقترحي كالتالي الآن للعصابة المجرمة اللي قاعدة تعبث في بنغازي لموا بعضكم ولموا سلاحكم وانضموا، توكلوا على الله وانضموا لمجلس الشورى ومجموعات ابو عبيده. خير لكم، وقولوها قولوها بوضوح، قولوا نحن نبوا نرجعوا بنغازي لما قبل عمليه الكرامه، قبل 2014 ليش طلعت عمليه الكرامه بالاصل؟ عمليه الكرامه قامت بسبب ان الجثث يقعدوا يطوحوا فيهن في الشوارع زي ما نشوفوا فيهن الان. عارفين انه هو الان اختصاص اصيل لمديريه الامن ووزاره الداخليه. وعارفين يا سيدي أن الحرب الأمنية أكثر تعقيد من الحرب العسكرية التناظرية في مسألة حفظ الأمن ومواجهة الإرهابيين ومكافحة ظاهرة الإرهاب كلام معروف ولكن يا سيدي على الأقل خطبوا الناس احكم على الناس ببيان ببيان يتيم وقفوا في صف الناس في صف هلو عرب بن غازي وقفوا معهم قولوا لهم نحن مديرية الأمن ونحن وزارة الداخلية معاكم في صفكم ضد القتلة اللي لا يحسوا لا في قانون ولا في قضاء الواضح عندنا الآن في اشياء واضحه اصبحت الواضح من القصه هذه كلها ان اللي يقتلوا ويخطفوا في بنغازي خارج القانون وخارج عمل القانون ما يختلفوش ابدا عن الارهابيين الجهاديين اللي فجروا مقبره الهواري الارهابيين الجهاديين المتطرفين رسالتهم كانت كالتالي في مقبره الهواري ان بنغازي مدينه غير امنه وغير مؤمنه نفس الرساله اللي قدموا فيها لنا حضره المجرمين اللي يعبثوا بامن بنغازي وبامن ناسها حد يقول الان انتم قاعدين تكبروا في الموضوع الان ودايرين لنا قصه نديروا في قصه نحن الان يا سيدي قاعدين نديروا في قصه نحب نذكر الناس اللي اللي يشوفوا ان الموضوع هذا موضوع بسيط نحب نذكرهم اذا نسين ان تحول مدينه درنا لاماره اسلاميه بايع داعش بديت بالقتل خارج القانون في 2011 بديت بالتبرير بديت بالتجاهل بديت بالتقليل بالتهوين من خطوره الموضوع نفس اللي نشوفه فيه الآن انقتلوا خمس وحدين بعد التفجير الإرهابي في الهواري قلنا يا سيدي ما علينا خلل أمني أكيد سيتم تداركه نقتل بعدها أحمد الكوافي نشط مدني دعم للمؤسسة العسكرية نقتل واحد أو لمس قصة بايخة قعدت قصة غير مقبولة ما اللي وصل درنا أنها توصل لهذه المواصيل وتبايع داعش القتل خارج القانون ومباركة القتل خارج القانون واللي مدر شيء يجي شيء موال موال أسود الجملة هذه ما اللي قاعد يقتل الان في بنغازي ويطوح في الناس في الشوارع نبو اجابه للسؤال ممكن حد يجاوبنا الان من الجهات المسؤوله او غير المسؤوله ممكن حد يتكرم ويعبر هل بنغازي والراي العام فيها عبروا الناس جاوبوهم بالمناسبه القتلة والمجرمين هضم الان المجرمين والقتلة اللي يقتلوا ويخطفوا جو قاعدين راكم الآن قاعدين تقدموا للإخوان المسلمين وجماعات الإسلام السياسي والمجموعات المسلحة اللي تقاتل مع الوفاق ضد قوات الجيش الوطني في العاصمة؟ قاعدين تقدموا لهم في خدمات كبيرة جدا، أنا نراهن الآن أنهم مبسوطين جدا بشغلكم وبعملكم الإجرامي خارج القانون. أهو يحكوا بها 24 ساعة، تعطوا فيهم اللي يبوها. قضية جدية نحكوا فيها الآن. وين التحقيقات؟ أين التحقيقات؟ أين المتهمين؟ معقولة ما فيش حد عارف من اللي قتل ثمان أشخاص وطوح جثثهم في الشوارع وفي البحر في بنغازي في أقل من شهر واحد، معقولة ما فيش حد عارف من؟ تقول لي والله هذه تصير في أمريكا وفي فرنسا وفي السويد وفي سويسرا وقضية حفظ الأمن شيء معقد ومكافحة الإرهاب، نقول لك صحيح. معاك يا سيدي، يصير القتل خارج القانون في أمريكا وفي فرنسا وفي أستراليا وفي جزر الهنونولو وفي بريطانيا، لكن الفارق أن في جهة أمنية غادي تتحمل في مسؤولياتها. تعبر عن أسفها تعبر عن موقفها الرافض للقتل خارج القانون في ناس يطلعوا يحكوا تتوعد بمحاسبة شديدة وقاسية بما يشمل القانون لمحاسبة المجرمين هيك العالم يشتغل وتعترف بعدين هالجهة الأمنية المسؤولة هذه تعترف بالقصور والتعقيدات إذا في قصور وفي تعقيدات ويتم معالجتها تجد عاد أنت مريض تقول لا لا أنا أموري ممتازة ما فيها الشيء اللي ما يقدرش يحمي بنغازي يطلع ويقولها بصراحة الناس عاد ما عادش تتحمل لكن عاد دايرين لي وذن من طين وذن من عجين اكتل اكتل طوح والامور تمشي في حب الله لا هذا لا يمكن يمشي في تضحيات ابناء الجيش والشرطه تبوها تمشي بالبلاش في اربع سنوات تمشي بالبلاش ليش تم دفع التضحيات الكبيره في بنغازي ليش ضحى سالم عفاريت بلكي ما تعرفوش سالم عفاريت الضابط البطل اللي علم الارهابيين شنو تعني دوله القانون شنو يعني الشرف العسكري ليش ضحى سلم عفريت يا ناس عشان تجي عصابه تقعد تلطش في بنغازي زي ما تبي ليش ضحى سلم عفريت مش عشان ترجع دوله القانون والسياده والمؤسسه العسكريه والشرطه والقضاء والقانون تجي مجموعه اجراميه تقعد تقتل وتطوح في شوارع بنغازي اهو اللواء الجمال الزهاوي العسكري المناضل ايضا البطل اللي علم الارهابيين دروس في سياده الدوله والقانون والشرف العسكري فقد صحته تعب ودفع ثمن غالي عشان يجوع مجموعة مارقة قتلة خارج القانون هذه تضحيات كبيرة لما تكلم على جمال الزهاوي لما تكلم على سلم عفريت لما تكلم على نسبه خمادة دفعوا ثمن باهظ ومعهم ضباط والعسكرية أربع سنوات تدفع المؤسسة العسكرية من خيرة أبنائها عشان يجوا مجرمين يقدوا يقتلوا ويطوحوا في الناس في الشوارع لا هم محترمين اهل بنغازي ولا محترمين القضاء ولا القانون ولا داخليه ولا مديريه الامن ولا المؤسسه العسكريه من هم؟ طلعوهم لنا يا سيدي خلونا خلونا نتعرفوا عليهم ما تقبضوش عليهم قولوا لنا من هل يعقل ان ما فيش حد عرفهم الشاهد من الحديث في القصة هذه أن القتل اللي قاعدين يقتلوا خارج القانون في بنغازي أعداء لأهل بنغازي أولا أعداء لفكرة الدولة وأعداء للمؤسسة العسكرية ثانيا المؤسسة العسكرية اللي دارت منجز هائل حرام يضيع منجز مهم في محاربة الإرهاب في إعادة إحياء عمل المؤسسات الأمنية هذا هو المهم هذم أعداء راهم أعداء لوزارة الداخلية ولعملها وأعداء لمديرية الأمن اللي يخطفوا يقتلوا من المفترض أن تكون في خطة واضحة للبحث عنهم محاسبتهم محاكمتهم بالقانون وبالقضاء بالقضاء اللي بيجي بيديروا هم يقتلوا في الناس خارج القانون ويطوحوا فيهم في الشوارع واحد يجيك عاد يقول لك في جزء من الرأي العام يتبنى في في وجهة النظر هذه يقول لك والله من درعانها شن ديرين دايرين شن دايرين يا سيدي ما يهمنيش شن دايرين دايرين والله مش دايرين اللي يهمني ان القتلة اعتديوا على القانون هذا هو المهم وعلى عمل المؤسسات الامنيه والقضائيه واننا نشوفه في قتل خارج القانون واللي عاد عجبته القصه هذه وقاعد يؤيد في القتل خارج القانون ويشوف والله انها هي خطه استراتيجيه ممتازه معناها يا سيدي ما عادش تحكي لنا على دوله القانون وانضم للميليشيات بتاع مجالس الشورى وتريح وريحنا معك هو مرات راهو تكون في مرات تكون في مشكله في فهم كلمة جريمة في ناس عندها مشكلة في فهم كلمة جريمة في مجموعة عندها نقص في فهم كلمة جريمة شن هو النقص في فهم كلمة الجريمة شن هو النقص في فهم معنى الجريمة لما تشوف جريمة ما جريمة صارت زي الجثث اللي يلقوا في شورى بنغازي إذا شفت أنك أنت تجاهلت فكرة الإدانة وما درلكش وجود جثة في الشارع مقتول صاحبها او صاحبتها ما درت لكش مشكله ولقيت روحك قاعد تسال زعما ليش قتله شن هي توجهاته مع من اذا لقيت نفسك تسال في هذه الاسئله معناها انت راهو قاعد واقع في مشكله كبيره لان المنطق يقول انك انت لازم تدين وتستنكر وتستهجن اي جريمه تشوفها ايا كان مرتكبها ايا كانت الجهه اللي وراها هذه قواعد اساسيه راهو حقوق الانسان والمبادئ والديمقراطيه هذا ما فيش مساواه 2019 من حق الليبيين يعيشوا دوله ديمقراطيه ودوله حقوق ومساواه لكل مواطن ومواطن حق اللي يدعم في قيام دوله القانون والمؤسسات والشرطه والجيش والقضاء والديمقراطيه خطي هيك معناها عاد المفروض نراجعوا انفسنا الان المهم مش اسباب القتل المهم والاهم والاخطر هي ثقافه القتل خارج القانون ولذلك ولذلك انطلقت عملية الكرامة اللي داروها أبناء الشرطة والجيش والمؤسسات العسكرية بإرادة وطنية مش بفلوس الاعتمادات متاع الوفاق إرادة وطنية حقيقية في مشروع كبير في 2014 مؤسسة عسكرية استعادة البلد الإسلاميين والإخوان المسلمين والتنظيمات العربية كانت حتى كل كلها يبوا خربوها ضمن اللي في الشوارع عملية الكرامة المؤسسة العسكرية أبناء الشرطة والجيش اللي انطلقوا في حملتهم الشجاعة الوطنية للمجاهرة بالأمن وحرب الجهاديين والمتطرفين في بنغازي، ومجالس الشورى وسمي ما شئت أنصار الشريعة. راهو القانون ما فيش حد فوق منه، كائناً من يكون. القانون الليبي مفروض أنه هو يكون شيء مقدس. بالله عليك! هل الآن تقبل أن تضحيات الشرطة والجيش وداعمين المؤسسة العسكرية ومشروع الاستقرار ومحاربة الإرهابيين وجماعات الإسلام السياسي الإرهابية بالله عليك تجي مجموعات اجراميه وتخربها بكل بساطه بعد كل هالتضحيات هل هذا شيء عادل؟ في اجراءات امنيه قاسيه الان لازم نشوفوهم في حق القتله اللي يدوروا في شوارع بنغازي ويقتلوا في الناس هذول مكانهم السجن هذه اللي عدنا نعرفوها ببساطه هذول خطر على المشروع مشروع الجيش ألف مرة حنكرروها خطر على مشروع الجيش اللي يقتلوا ويطوحوا في الجثث في بنغازي اعداء للمؤسسه العسكريه والجيش ولمديريه الامن. واعداء لكل اهل بنغازي ولكل اهل ليبيا. الا عاد في حد الا اذا في حد عنده كلام اخر او عنده نظريه اخرى. تعال تجي عاد يتحفنا بها. بل في حد يشوف ان الامور افضل مع فتح الباب للقتل خارج القانون. انا متاكد ان الان انا راهن ان قاده المجموعات المسلحه والارهابيين وقادة مجالس الشورى الإرهابية الهاربة من دنيا وبنغازي قاعدين مبسوطين بفضل الخدمات اللي قدموا فيهن لهم القتلة في بنغازي على طبق من ذهب وين بيانات رسمية في حجم الحدث تكون نبوا بيان رسمي في حجم الحدث والله والله الناس اللي قاعدين غادي ما مش حاسين بقيمة المنجز العسكري اللي صار في 2014 عادي اللي يجي يخربه وين البيانات الرسمية للجهات الأمنية المسؤولة عن تأمين بنغازي في وضع معقد والجيش وقوات الجيش الوطني قاعدة على بعد ألف كيلومتر وتقاتل في المجموعات المسلحة وتقاتل في مشروع الإسلام السياسي حد فهمنا شنو اللي قاعد يصير نتمنى شيء واحد أن يكون آخر خبر يجينا من بنغازي على واحد قتلينه ومطوحين جثته في الشوارع نتمنى أن نطلع حلقة ثانية عليها الطاوله في البلاد عشان نحكي كيف ان القانون خذ مجراه في بنغازي وان القتله والمجرمين اللي يهددوا في مشروع الجيش الوطني ومديريه الامن والشرطه والجيش والقضاء واللي قتلوا الناس في بنغازي تم القبض عليهم وهم قاعدين الان يرجوا في كلمه القضاء والقانون الليبي عشان يتادبوا هم والناس اللي زيهم عشان نودوا لها بنغازي نحن مدينتنا غير الخير وانها تكون نموذج يحتذى به في كل مدينه ليبيه على مستوى الامن وعلى مستوى الامان في دروس مستفاده في الفتره هذه الدكتور غسان سلامه مبعوث الاممي اضافه لكونه مثقف عربي قاعد شايل ومهموم بقضايا المنطقه ايضا قاعد يعطي في دروس مجانيه الان على المسؤولين الليبيين. نجول للدرس اللي قدم الدكتور غسان سلامه للمسؤولين والسياسيين الليبيين. طبعا كلمه سياسيين ونقولوا فيها جزافا ما علينا وجد. والسياسيين الليبيين اللي ما منهمش اي فائده. عله على قلوب الليبيين اصحاب شرعيه الفراغ السياسي. انا عمري ما سمعت مسؤول ليبي وسياسي، مش عارف اذا حد سمع. عمري ما سمعت مش مسؤول سياسي خصوصا في المجلسين بتاع النواب وبتاع مجلس الدولة عمري ما سمعت واحد قال أنا قدمت استقالتي لأني ما نقدرش نأدي واجبي الدستوري الديمقراطي وأمانتي الديمقراطية عمري ما سمعتها عمرها ما صارت بل قاعدين يقولوا الآن نحن لا يمكن نسيب ونترك عملنا نحن ناس منتخبين ديمقراطيا بعدين إذا نحن طلعنا من المشهد إيش يصير البلد ليبيا حتعيش في فراغ سياسي مرعب ريت بالله عليك هالجهابذة السياسيين، ريت هالكفاءات العظيمه الاستثنائيه اللي ما قدروش يصنعوا حتى اتفاق سياسي. حولوا معنى الفراغ السياسي لفزاعه تصنع لهم في شرعيه للبقاء. شرعيه للبقاء مستمده من ما يسمى بالفراغ السياسي، خلونا نسموها بما ان عاد الحديث عن الشرعيه السياسيه في ليبيا كاثر هالايام ديروا لا تعريف، خلونا نسموها شرعيه الفراغ السياسي. على سبيل المثال. البلاد لو نحن نسيبوها تدخل في فراغ سياسي أنا مش متخيل أنه لو يختفي المشري مثلا ثاني يوم فجأة أنا مش عارف شنو يصير لا يختفي أو يختفي عقيلة صالح أو يختفي السراج أتوقع أن الأمور ربما تكون أفضل بصراحة ما يزعلوش مني فراغ سياسي هذا هو الإرهاب والتهديد السياسي للمواطنين ردوا بالكم إذا طلعنا ليبيا حتضيع ما هي القصة ماشية نحو الأسوأ بل يا سيدي لما تطلعوا من المشهد وتعتقوا ليبيا والليبيين لوجه الله بل يا سيدي وقف هالانهيار ما عاش طامعين حتى في الاصلاح بغير وقفوا لنا هالانجراف وهالانهيار والنهب المنظم لاموال الدوله الليبيه ما نبوش نطلع من الموضوع على كل حال ما نبوش نطلع من الموضوع الان تكلموا فيه الدكتور غسان سلامه غسان سلامه المبعوث الاممي قدم اعتذار تشوفوا فيه على الشاشه الان اعتذار لمن لفتح باش آغا وزير داخلية الوفاق في رواية أخرى وزير الحرب في مجموعات عمل الإسلام السياسي في العاصمة طرابلس شن ممكن تشوف الرسالة هذه رسالة اعتذار لها أكثر من معنى اللي بعثها غصن سلامة لوزير داخلية الوفاق بخصوص الإحاطة اللي قدمها مبعوث الأمم قدام مجلس الأمن الآن في نقطتين مهمات جدا في درسين مهمات في الورقة البسيطة هاي دروس مهمة النقطة الأولى أو الدرس الأول المجاني اللي قدم غسان سلامة بشكل مجاني لفتح بشاغة اللي كان قائد ميليشيا وتشكيل مسلح قبل كم سنة وأصبحت بعدين وزير داخلية بعد ما عجز السراج فايز السراج رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق لما هو عجز عن أداء مهمة الترتيبات الأمنية وقاعد يفكر وقاعد يتأمل وقاعد يدور على شخص بمواصفات فتحي بشاغة مواصفات شخصية يعني زي فتحي بشاغة لها علاقه وثيقه بالمجموعات المسلحه المناوئه للمجموعات المسلحه بتاع العاصمه طرابلس وفعلا لقي مقومات وزير الداخليه المرتبط بالمجموعات المسلحه بتاعت مدينه مصراته واللي عنده باع في الحياه الميليشويه وعنده صولات وجولات فيها الشخصية اللي لما تكون على رأس وزارة الداخلية حتحسب لها المجموعات المسلحة في طرابلس ألف حساب على كل حال أيضا قصتنا مش فتحي بشاغة لكن خلوني في الدرس المجاني العظيم اللي اراد غسان سلامه انه يعلم المسؤول والسياسي الليبي تخيل الان مبعوث اممي الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة غويتيرش الدكتور غسان سلامه المثقف المفكر يعتذر لشخصيه سياسيه متحالفه مع السلاح لكن الشخصيه هذه وزير شاء القدر أن يكون وزير داخليه في تحالف الوفاق اعتذر عن خطا فريق اللي جمع المعلومات بخصوص خطف مدير مراقبة الأغذية في طرابلس بالمناسبة على سيرة الخطف لما نقول خطف ولا قتل لما تدان الجريمة ندين فيها في كل مدينة ليبية ما تعنيناش أبدا الاتجاهات لا شرق ولا غرب ولا جنوب جريمة تحدث في أي مدينة ليبية يتم إدانتها مباشرة في طرابلس في بنغازي في الجنوب في الشرق في درن في أي مكان عشان تجد الأمور واضحة على سيرة الإحاطة واعتذار الدكتور غسان سلامه مع الاعتذار كانت في مفاجأة خفية المفاجأة هذه حتجعل بشاغة وجماعة الوفاق ربما أن أما يندموا على مراسلتهم وبيانهم اللي تكلموا فيه على ضرورة تصحيح الجزئية هذه تحديدا في إحاطة سلامة اللي في عقلك تخرب وجابك زي ما يقولوا هذه هي الفكرة هذه هي العبرة الحقيقية غصن سلامة رجل يتصرف باحترافية بمهنية كمبعوث أممي بوزنة وثقافة الاعتذار عندهم جزء أصيل من عملهم بالعكس ثقافة الاعتذار شيء يجعلك أنت تتسامع على كل شيء مهم جدا أساسي الاعتذار ثقافة الاعتذار شيء مهم للغاية تخيلش ديمقراطية ولا مجتمع مستقر ولا حياة حقيقية ولا سياسيين حقيقيين وصادقين إذا ما فيش ثقافة الاعتذار أنا شخصيا عمري ما سمعت مسؤول ما نش عارف إذا حد منكم سمعها هل في حد سمع ان في مسؤول سياسي ليبي اعتذر عن الاكاذيب اللي قاعد يكذب فيهن بالعمد؟ ونحن عندنا ما شاء الله مدارس مدارس عظيمه في الكذب، عندنا كذابين محترفين. بلكي انا ناسي حد يذكرني بسياسي ليبي اعتذر. هم على الجرائم ما اعتذروش، مرتكبين جرائم ما اعتذروش مرتكبين جرايم ما اعتذروش عليهم مش عن معلومات خاطئه او تصريحات، الجرائم ما يعتذروش عليهم هل اعتذر فتحي بشاغه عن فجر ليبيا؟ هل اعتذر؟ او غيره؟ هل اعتذر فتحي بشاغة عن دعم المجموعات المسلحة بعد 2012؟ لا ليش يعتذر؟ الاعتذار شيء غير موجود بالمطلق في عرف السياسي الليبي جرائم ارتكبت في حق الليبيين ما تمش الاعتذار عليها هل اعتذر المؤتمر الوطني على قرار رقم سبعة وعلى قرارات استعداء المدن؟ وإن دخل ليبيا في حيط؟ هل اعتذروا؟ بل أصروا على البقاء في السلطة وقالوا نحن قاعدين وضربوا عرض الحائط بخيارات المجتمع الليبي وبخيارات الصناديق في 2014 قالوا نحن راهو قاعدين لحد ما جاء المجتمع الدولي عادوا ودار لهم حل في القصة ودار مخرج المؤتمر الوطني وسماه مجلس الدولة الاستشاري اللي يقود فيه خالد المشري اللي عمره ما اعتذر واللي بالمناسبة الرقابة ما زالوا يطلبوا فيه عشان يس يسألوا وين كانت تمشي فلوس الليبيين في فترة المؤتمر الوطني وانت كنت في مالية المؤتمر الوطني في الاداره الماليه لما كانت عاد الملايين تصرف في ليبيا بالبلاش ملايين ايام ما كان ليبيا عاد عندها ملايين كانوا يستجلبوا في كل الارهابيين من كل سجون العالم يجيبوا فيهم داخل ليبيا محكومين بالاعدام وارهابيين وقتله بالملايين يجيبوا فيهم وين كانت فلوس ليبيا تمشي يا خالد المشري لما كنت في المؤتمر الوطني الان هل في مسؤول او لص حرصا على الدقه بالليبي هل في سراج عمره اعتذر عن ورود اسمه في ديوان المحاسبه ما فيش ولا مسؤول من اللي وردت أسماءهم وتجاوزاتهم وسرقاتهم لبلادهم في تقارير ديوان المحاسبة اعتذر أو استقال أو تحشم على وجه فعلا هالناس ما يتحشموش وبصراحة أكثر ما يستهلوش أن مبعوث أمم يقدم الواحد منهم اعتذار لكن هذا شيء مفهوم ومفسر لأن المبعوث الأمم يشتغل بأخلاقه قاعد يشتغل باحترافية وبأمانة مش كيف اللي قاعدين يزوروا في الواقع ويكذبوا 24 ساعة على الناس ويكذبوا على الليبيين من الصبح للليل 24 ساعه كذب يوعى في الصبح لأن ما يكمل الليل هو يكذب على كل حال المفاجاه غير الساره باستثناء الدرس المجاني اللي اعطاه غسان سلامه للقياديين الليبيين والمسؤولين الليبيين اللي ما يعتذروش المفاجاه غير ساره لتحالف الوفاق اللي فرح بالاعتذار ان اعتذار البعثه الامميه جاء محددا في نقطه محدده فقط من كل الاحاطه يعني الدكتور غسان سلامه الان اعتذر عن خطا فريقه في قضيه مدير رقابه الاغذيه اللي تم اختطافه وبعدين وزاره الداخليه تفق لم يختطف على كل حال مش هذه هي النقطه المهمه في الاحاطه طلعت بالنسبه للمجتمع الدولي ايضا وحتى بالنسبه لتحالف الوفاق مش هذه اللي دارت المشكله وخلتهم يديروا هالهجمه مش هذه المشكله مش هذه هي النقطه اللي جعلت المجموعات المسلحه والوفاق وجماعات الاسلام السياسي والاخوان المسلمين يفتحوا جبهه اعلاميه من التحريض على البعثه مش هذه النقطه والدرهم فتحي بشاغه بالبيان بتاعه. ولذلك اعتذار البعثه عن نقطه فقط جاء عشان يؤكد ان بقيه الاحاطه لا تشوبها شائبه، وان الاعتذار عن نقطه محدده يؤكد بالضروره ان باقي الاحاطه ما فيهاش اي خطا. الخطا فقط ورد في جزئيه محدده جدا جدا. اذا البقيه صحيح لا توجد فيها اخطاء. اذا الوفاق تحالف الوفاق ما تحصلوش على يبوه من البعثة الأممية وهي مسألة التراجع على اللي في الإحاطة اختطاف فلان أو علان غير مهم عاد ليبيا أصبحت بلد للخطف هوش مهم بقدر أهمية ذكر وجود إرهابيين على سبيل المثال يقاتلوا مع حكومة الوفاق موش مهم بقدر أهمية النقطة التي ذكرها سلامة استخدام مطار معيتيقة المدني لأغراض عسكرية يجب أن تتوقف حكومة الوفاق عن ذلك إلى آخره من القضايا اللي أحرجت الوفاق وطلعتهم عبارة عن حكومة لمجموعة مسلحة ومجرمين بذلك يكون بيان وزارة الداخلية فتح بشارة كارثة إضافية على تحالف الوفاق لأن حط فوق سكي على جي على جزئية محددة ملهاش معنى غير مهمة ومحددة وتم الاعتذار فيها بسبب خطأ غير مقصود إذا تم التأكيد عن بقية الإحاطة شيء عجيب تحالف الوفاق المجموعات المسلحة الجهات السياسية اللي دايره حملة شرسة ومرعبة على غسان سلامة شن هي العبرة شن هي الحكمة السياسية عند هؤلاء الله أعلم في موضوع ثاني مهم مرتبط بالموضوع اللي فاتت ونحن نتكلم على ليبيا ونتكلم على مشروع الجيش الوطني موضوع نتكلموا عليه شوية في الجزء الأخير من البلاد في قطاع من الرأي العام الرأي العام الليبيين جزء من الناس قاعد يكرر في موضوع مهم جدا وموضوع خطير رأي قاعد يقول بشكل قطعي وبشكل صارم هو يشوف في كل ما يحدث الآن معارك مستمره بين قوات الجيش الوطني بين المجموعات المسلحه وقصص تصير مواضيع امنيه ارهاب يضرب في الجنوب هجره غير قانونيه وضع اقتصادي ازمه سياسيه امور معقده يشوف الدنيا هذه كلها الراي او القطاع من الراي العام قاعدين يكرروا في شيء قطعي يعتبروا فيه يقولوا ان الشعب الليبي ما تمشيش معها الديمقراطيه ولا تصلح له الديمقراطيه قطاع من الراي العام ربما هالناس اللي يقولوا هيك ربما تكون نواياهم حسنه الرأي هذا قاعد يقول أن الديمقراطية محتاجة لشعب متعلم وواعي ومثقف سياسيا وأن الشعب الليبي ربما غير جاهز، لكن هل هذا صحيح؟ ويقولوا أيضا هل هو صحيح فعلا؟ يعني هل الديمقراطية تحتاج لشعب مثقف سياسيا وعنده وعي وكل مواطن أو مواطنة عنده دكتوراه في العلوم السياسية؟ هل الديمقراطية محتاجة للقصة هذه؟ ما هو في ناس تتسوق في الديمقراطية بهذا الشكل. ونفس الرأي هذا اللي ربما تكون نواياه حسنة زي ما قلنا. يقولوا أن الديمقراطية رأي خطأ. لأن الشعب مرات حيختار ناس سيئة، تمشي بليبيا في 60 داهية زي ما صار في المؤتمر الوطني في البرلمان. طبعا يحكوا عن من باب تجربة. في ناس أصبحوا مقتنعين أن الديمقراطية لا تصلح. باهي يا سيدي بما أن الديمقراطية لا تصلح. وانتم حاطين الشروط انه نسيب الكاره للديمقراطيه رغم انها مش هذه الحقيقه، رغم ان الديمقراطيه ابسط من هيك بواجد. بهش الدير بما ان ما فيش ديمقراطيه وان الديمقراطيه لا تصلح. خلاص خليك إيش تحكي. بما ان الديمقراطيه لا تصلح إيش تحكي. حريه التعبير والحديث والكلام هذا جزء من الديمقراطيه. خلينا يا سيدي نحن وحظنا نرجو نرجو يجي حد يمسكنا يمسك البلاد. مره يجيك رئيس عصبي، مره يجيك رئيس اشتراكي، مره يجيك واحد ليبرالي، مره يجيك واحد ما يفهمش في شيء. وما عندهاش اهتمام باي شيء وبالتالي نحن نكونوا ايضا ما عندناش اهتمام باي شيء وما نفهموش في اي شيء على حسب اللي حيجيكم يمسك البلاد اذا السؤال هل نحن نستحق الديمقراطيه الليبيه الجواب نعم الشعب الليبي يستحق الديمقراطيه وكان في كل خياراته ربما في ناس تبالغ في عندنا نقيضين في اللي يبالغ جدا يقول نحن شعب ما فيش منا نحن شعب عظيم وافضل شعب في العالم هذا طبعا ما هوش دقيق نحن شعب زينا أي شعب آخر، عندنا أخطاء، عندنا إيجابيات، عندنا مزايا وعندنا سلبيات، زي أي شعب. لكن الليبيين يستحقوا الديمقراطية، ومن خلال تجربة تاريخية في ستين سنة دائما خيارات الليبيين كانت صحيحة. في الـ 2012 في الـ 2012 بعد الربيع العربي، ظاهرة الربيع العربي. في كل الدول اللي صارت فيهم ثورات، في تونس وفي مصر. دول الجوار. تم اختيار الاسلاميين الراي العام والناس اختاروا الاسلاميين الا في ليبيا كان في وعي متقدم في 2012 عنورت صحيفه الشرق الاوسط بالعنوان العريض كتبه الليبراليين يكتسحون المقاعد في ليبيا في 2012 وعي وعي متقدم عند الناس عارفين ان الشعارات الدينيه اللي يرفعوا فيها الاسلاميين وجماعات الاسلام السياسي شعارات للاستهلاك الاعلامي في كل المراحل التاريخيه اثبتوا الليبيين انهم يستحقوا الديمقراطيه غصبا عن اللي يبي واللي ما يبي وان خياراتهم كلها كانت صحيحه في 2014 صفعه ثانيه للاسلاميين وكذلك في انتخابات لجنه ال 60 اللي يقول لك نحن والله عندنا تقاليدنا وخصوصيتنا الديمقراطيه هذه راهي منتج غربي ما يمشيش معنا وهذا ايضا كلام غير دقيق لان الديمقراطيه وحقوق الانسان ما اصبحت منتج غربي انت تتكلم على منتج انساني الان تحكي على منظومة كاملة إنسانية اختلطت فيها كل الحضارات والشعوب والثقافات في العالم وأنتجت لنا ما يسمى بالديمقراطية بالصيغة المعمول بها اليوم في العالم بالمناسبة راهي صيغة ناجحة إيش معنى الديمقراطية ناجحة في الدول الثانية تكلم على الديمقراطية ما تحكيش بس أنت على الديمقراطية إجرائية وانتخابات وحرية تشكيل أحزاب وامشي للصندوق وقول رأيك تحكي على نظام يتيح عشان نعرفه بشكل بسيط لأن في جهات في جهات مستبدة جهات مستبدة وجهات إسلامية وجماعات الإخوان الإسلام الإخوان المسلمين وجماعات الإسلام السياسي تحاول أن هي تعقد الموضوع في قضية الديمقراطية أو الناس اللي ما يبوش اللي في الديمقراطية. أن الديمقراطية قصة معقدة ما اللي قال أن الديمقراطية محتاجة أن كل حد فينا يكون عنده دكتوراه في العلوم السياسية هذا غير صحيح أبسط من هيك بواجد تداول سلمي على السلطة واختيار الناس اللي اللي تبيهم تب واحد يقدم لك مشروع والثاني يقدم لك مشروع وانت تختار بينهم واحد يفشل واحد ينجح نغيره نجيب واحد ثاني انت علمه من التجربه يكون فيها رصيد اضافي عمليه تصحيح تقويم نظام يتيح حقوق معينه للشعب للناس الانظمه والحركات المستبده راهو ديما تبي تقعد تعقد في المصطلحات عشان الناس تمشي بعيد نحن ما عندناش في السياسه فكنا من الديمقراطيه ما فيش حد يفهم في السياسه ليبيا ما فيهاش ديمقراطيه تعقيد للموضوع بها شنو هي السياسة. من هو هو السياسي؟ موضوع ابسط مما يعتقد مما يعتقد فيه ناس واجده. اذا انت عندك مجموعه افكار وتبي توصل للسلطه عشان انت تطبقها معناها انت الان راهو سياسي. شخص عنده مجموعه افكار عنده افكار للحكم، اليه الحكم، اداره الحكم يقدر يتدرج، يخش يا سيدي اول حاجه يخش في انتخابات في مجلس اداره نادي رياضي، بعدين يمشي لمجلس محلي لبلديه، بعدين يتدرج يكون في مجلس نواب، مجلس دوله، مجلس شعب وبعدين يخش في تشكيل وزاري إلى آخره ما اللي قال أن الديمقراطية هذه لغز ما اللي قال أن وصولنا لهذا الوضع السيء وحكم الإرهابيين والأخوان المسلمين بسبب الديمقراطية العكس هو الصحيح غياب الديمقراطية هو اللي قاعد يفسر في الواقع الحالي الآن لو أن الإسلاميين تحشموا على وجوههم وقبلوا الديمقراطية وقبلوا خيارات الشعب الليبي راهم الآن خارج الحكم وراهم ما حرب فجر ليبيا اللي تسببت في انقسام سياسي ومجتمعي وازمه سيوله بالمناسبه كل تشوف طابور الان في مصرف في مصرف ما فورا تذكر فجر ليبيا والانقلاب على الديمقراطيه وقوف الطابور على المصارف سبب انقلاب على الديمقراطيه راهو في الـ 2014 لان سبب فجر ليبيا لما في ناس ما رضتش بالديمقراطيه انقسمت البلاد تم عندك مصرفين وفي ازمه سيوله بسبب قرارات المكر اللي دارها من الصديق الكبير وقتها شنو هي الديمقراطية؟ تدعو للسلطة بشكل سلمي، هذه هي الديمقراطية. ولكن في جهات وفي ضخ إعلامي في خلل قاعدين يشتغلوا عليه في الوعي العام مانيش عارف ليش. تحكي عن حريات، ديمقراطية تشمل فيما تشمل جزء من الديمقراطية. حرية الكلام اللي نحكوا فيه الآن على الشاشة، حرية التعبير، حرية الاعتقاد. من حق الليبيين، من حق المواطن الليبي والمواطن الليبي يعيش بحرية، ليش لا؟ في أمن وأمان في مؤسسات الدولة في القضاء وفي الشرطة وفي المؤسسة العسكرية وفي الجيش ليحمي البلد ويحمي الحدود ويحمي الديمقراطية ويحمي الحريات العامة هذه تخلي المواطن شجاع الحريات العامة تخليه مشارك تخليه إيجابي الحريات هذه تخلي المواطن شجاع الآن ومشارك ومحترم وإيجابي لكن ديما نشوفوا فيها نحن القضايا هذه أي مشكلة تقع فيها السلطة السياسية ولا الناس قاعدين متصدرين في المشهد فورا يحملوا مسؤوليتها للشعب صارت أزمة اقتصادية وأزمة سيولة يجي يقول لك الناس والناس طبعا مش قادرة تسحب رواتبها يقول لك المشكلة في الناس مشكلة في الليبيين السلطة المستبدة تزرط في شيء ما تقدر تشتم في الشعب معروفة هذه طلعوا لنا ناس خبراء استراتيجيين ينتقصوا من قيمة الليبيين ينتقصوا منا ويقولوا أنتم لا تستحقوا الديمقراطية عقول مفكرة عندك ما سيادة القانون جزء من الديمقراطية منظومة كاملة ما تقدرش تفصل. القانون المفروض انه يمشي على الجميع دون استثناء، يمشي على الجميع جديات مش يمشي على الجميع القانون. للأسف لما تحكي على القانون حتى في الأوساط القانونية والحقوقية مع استثناءات، القانون ملاش وقع في الضمير القانوني. مع استثناءات طبعا. ما هيش مشكلة أبدا أن اللي تكون بلد ديمقراطي. لكن مشكلتك في الناس اللي انقلبوا على الديمقراطية الآن هذه هي المشكلة الحقيقية واللي دارينها الآن ويزوروا في الواقع اللي احنا عشناه كلنا يعني يقولوا أن المعركة الدائرة الآن في جنوب العاصمة طرابلس بين قوات الجيش الوطني وبين المجموعات المسلحة الموالية للوفاق هي معركة بين الدكتاتورية والديمقراطية هذه نكتة ولا شنو؟ ما هم المجموعات المسلحة هم انقلبوا على الديمقراطية في 2014 مش هم اللي سكروا العاصمه؟ مش هم نفس المجموعات المسلحه اللي ستفوا في التوابيت قدام على السلطه التشريعيه في البلد في 2012؟ اعتديوا على الديمقراطيه الفتيه في ليبيا، واعتديوا على خيارات الناس، وفي 2014 اعتديوا على خيارات الليبيين، المجموعات المسلحه، اللي في ليبراليين الان ملتصقين بالميليشيات يبوا يقنعونا انه والله في وسائل حل ثانيه مع المجموعات المسلحه، باستثناء القوه مع المجموعات المسلحه، شنو هي الحلول؟ شنو هو البرنامج؟ حد يقدم لنا خطه عمل. تصور بدل كلام 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 وخلاص. من اللي عنده تصور على اليه نزع السلاح من مجموعات مسلحه حركة سلطه ونفوذ ومال سرقة البنك المركزي ثمان سنوات من ما فيش مشروع اطلاقا لا من جسم سياسي ولا من هيئات ولا من الهيئات المستحدثه الغريبه العجيبه اللي نسمعوا فيها زي ما يسمى بالهيئه البقويه اللي قاعده تشتغل مع الاسلاميين ومع مجموعات الاسلام السياسي وغيره وغيره المعايير كلها مضروبة الآن في ناس الآن قاعدة تشتغل على قضية غير أخلاقية نرجع من جديد عود على بدء من أول ما بدينا الحلقة قصة الجريمة في ناس تستغل فيها كنقاط عشان يسجلوا بها نقاط على الخصم السياسي ناس ما يتحشموش لأنه هو يدعم في الإسلاميين ويدعم في المجموعات المسلحة لما تصير جريمة ولا يلقوا جثة مقتولة على في شوارع طرابلس ما يتكلمش لكن لما تكون في شورى بنغازي يتكلم يتحول تحول إلى غاندي يتحول إلى منظر في حقوق الإنسان غريبين والعكس طبعا لا الجريمة لازم أن تدان أنت تشوف جريمة مفروض أنك أنت تستنكرها وإلا أنت عندك مشكلة كبيرة معناها إذا أنت ما تستنكرش في الجرائم و خارج القانون خليك مع المجموعات المسلحة اصطف مع الميليشيات عشان تكون مقنع أكثر وما يصير تناقض بينك وبين نفسك لما تتكلم اللي يدعم مشروع مؤسسة عسكرية ومشروع جيش وقانون ودولة مؤسسات لازم ينتقد أي قتل خارج القانون في تمن هند في درنا في البيضة في بنغازي في طرابلس في الزاوية في مصراتة تشوف جريمة خارج القانون انتقدها بس بسيط الموضوع مش محتاجة لعبقرية القضية هيك العالم ماشي الآن وهذه هي المنظومة الإنسانية والمنظومة الأخلاقية وأخلاق الليبيين. هذا هو الواقع الآن. ليش يتم تسجيل نقاط سياسية على الخصم السياسي بطريقة غير أخلاقية وشنيعة جدا؟ قضية الانتهاكات اللي يستخدموا فيها الجميع هذا ما يجيش، عيب أنك تستخدم الانتهاكات لتصفية حساب سياسي. هذا يدل على أنك أنت من الداخل مبادئ حقوق الإنسان غير أصيلة في داخلك توظيف سياسي بس وراهي مرتبطة ببعضها لما تقول حقوق الإنسان ما هو إشترف زايد ما حاجة إضافية قاعدة هيك وخلاص لما تقول حقوق الإنسان وديمقراطية معناها تحكي على استعادة الدولة لأنك أنت في 2009 الله غلب علينا قاعدين في الـ 2019 لو كان قاعدين عايشين في القرن الثامن عشر نقولوا ما نش محتاجين لحقوق الإنسان ولا للديمقراطية العالم كان يمشي أموره بأشياء ثانية الان 2019 خشينا 2020 العالم لازم تكون ديمقراطي وعندك هو انسان وعندك قانون وعندك مؤسسات العالم كله مش هيك الا اذا الناس يبون احنا عايشين في التاريخ زي ما يبون الاسلاميين عايشين في التاريخ هذا هو الواقع شنو المطلوب ليش الليبيين لا يستحقوا الديمقراطيه ولا ما يستحقوش دوله القانون اذا انت ما ادنتش جرائم معنا ما تحكي لنا على دوله القانون اللي تحكي عليها قصة مرتبطة ببعضها تبي تدعم مشروع استقرار في البلد معناها تبي تدعم مشروع المؤسسة العسكرية والجيش الوطني والدعم فيما يشمل فيها النقد جزء من الدعم التقويم والتصحيح شيء أساسي ومهم تدعم القضاء وتدعم قيام أجهزة الدولة والشرطة والمؤسسات الأمنية وتدعم القضاء هذا هو الصحيح لكن تقدر غرم زي الهبل عاد تصفق وخلاص اللي تشوفه هذه مشكلة كبيرة وصلنا إلى نهاية حلقة البلاد الليلة رغم أن في كلام واجد ما قلناش وفي كم خبر آخر ما قدرناش ناخذوه لذيق الوقت ما عندناش إلا نوجه لكم أعظم تحية مشاهدينا الكرام تحياتي أنا خليل الحاسي وأيضا تحيات فريق عمل برنامج البلاد نتمنى لكم أمسية طيبة